ازيكم يا جماعة؟ النهاردة معايا ريفيو جديد عن المنتج ده، منتج من اورفليم، سيرم الرقبة الدلوقتي موجود ده في الشركة، بسعره حاليا وانا بعمل الفيديو سعره 150 جنيه، وزنه 75 ملي. بيستخدم بقى ازاي؟ هوريكم الاول هو بيبقى عامل ازاي، قوامه عامل ازاي. ده القوام بتاعها، هو عامل سيرم، هو القوام بتاعه زي قوام السيرم، هو اصلا سيرم يعني. اهو هو بيستخدم بقى في ايه؟ لمنطقة الرقبة ومنطقة التولكتي. تمام، بنستخدمه ازاي؟ بتحط على المنطقة وبقى يعني ايه، نوزعه على ايدينا، بنوزعه، ناخد قطعة نوزعه على ايدينا ونطلع لفوق لحد ما نوصل للرقبة، يعني على منطقة الدولكتي لحد ما نوصل للرقبة. سعره حلو، كمان ريحته جميلة، ومكتوب عليه اللي هو كمان ممكن يفتح، يعني هو بس مش تجاعيده بس، مكتوب عليه اللي هو ممكن كمان نستخدمه كتفتيح. نتيجته بتظهر خلال 3 شهور من الاستخدام. منتج جميل جدا، ولو حد عايز يقول لي يسألني انا جايباه منين، سيبولي في الكومنتات، انا هسيب لكم الجروب بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. مع السلامة.